متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم حالة الطقس المتوقعة ليوم الغد في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم توقعات الليلة القادمة في العاصمة الرياض، أجواء مستقرة صحوة، درجة حرارة الدنيا بحدود 18 درجة مئوية مع أجواء صافية هذه الليلة إجمالا، ونسب رطوبة نوعا ما مرتفعة تصل إلى حدود 60% في العاصمة الرياض. توقعات يوم الغد نبدأ معكم بتوقعات المنطقة الشمالية، توقعات بارتفاع ملموس في درجات حرارة في هذه المناطق، درجات حرارة تتجاوز حاجز 25 درجة مئوية كعظمى فوق العديد من هذه المناطق مع أجواء صحوة مشمسة معظم فترات النهار. توقعات الخاصة بالقطاع الغربي في المملكة، نبدأ معكم في مدينة جدة، توقعات بأن تصل العظمى إلى حدود 30 درجة مئوية، المدينة المنورة أكثر من ذلك بقليل، في حين تكون في منتصف 30 درجة مئوية في مكة المكرمة، وتكون في منتصف 20 درجة مئوية في منطقة الطائف وسائر مرتفعات المنطقة المقدسة. توقعات المنطقة الجنوبية، توقعات بتجدد أو بدء تساقط زخات من الأمطار في هذه المناطق، متوقع تزايد وتيرتها خلال الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع. مثلا نلاحظ معكم في أبها أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول زخات من الأمطار، نلاحظ معكم هبوب رياح نشطة في منطقة الباحة مع عظمى متوقعة في هذه المناطق في بداية العشرينيات درجة مئوية، جازان العظمى المتوقعة 30 درجة مئوية على سواحل البحر الأحمر. توقعات المنطقة الشرقية، نلاحظ معكم أجواء صحوة مشمسة في عموم هذه المناطق مع درجات حارة عظمى متوقعة ما بين أواسط إلى أواخر 20 درجة مئوية في عموم هذه المناطق. نختتم معكم الآن توقعات المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، درجات حارة تتراوح ما بين منتصف إلى أواخر 20 درجة مئوية في عموم هذه المناطق مع أجواء صحوة مشمسة ومستقرة. كان كل ذلك حتى اللحظة، إلى اللقاء.